طيب انتم ربما حب الرجاء الذي يجري في الدماء هو اللي يجعل انك تقبل هذه المهمه بالرغم من الوضعيه الحرجه اللي كيعيشها الفريق. بالنسبه لك ما كانتش هديه ملغومه هذه الرئاسه في هذا الوقت بالذات؟ لا ما يمكننا شيء نضعوا السؤال بهذه الطريقه هذه، لانه حب الفريق فهو اكثر من كل شيء، وتحمل المسؤوليه فهي كذلك شيم من شيم ديالنا، والاخلاق التي تتحلوا بها جميع الرجاويين. وما يمكن لنا شيء كذلك نسيء للرجاء ونخليه الفراغ، فهناك قاعده شعبيه اللي تتندردر منا الكثير. حنا براسنا كنا قاعده جمهوريه في الاوائل، ومن بعد صرنا منخرطين، واليوم حنايا مسؤولين. فدزنا من جميع يعني لي زيتاب اللي تيدوزو جميع الناس باش يوصلوا لهذه المسؤوليه، فهذا تعتبر كممارسه وتعليم، تنتعلموا بالممارسه، فوصلنا لهذه المسؤوليه. وحنا وانا كنت بدرايه بكثير من المسائل في الفريق، بحكم انه كنت في المكتب المديري السابق مع السي جواد زيات.